الشيف بوراك يثير قلق المتابعين والمحبين. نشر صورة جديدة لإله على سرير المستشفى وطالب المحبين بالدعاء. رح يجري عملية جراحية في أقرب وقت وما كشف تفاصيل مرضه. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل الوضع الصحي للشيف بوراك. شارك الشيف التركي بوراك المتابعين عبر حسابه الشخصي على إنستغرام بصورة جديدة لإله وهو على سرير المستشفى وكان بيرتدي ملابس خاصة لإجراء عمليات جراحية. وتم تداول الصورة بشكل مكثف عبر السوشيال ميديا وتردد إنه بوراك بصارع السرطان من فترة لكنه ما أعلن للجمهور. وحكى البعض إنه تدهور حالته الصحية بيرجع للحسد، خاصة إنه بوراك حقق شهرة فنية كبيرة في وقت قصير. كشف بوراك إنه زيارته الحالية للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات اللازمة للاستعداد لإجراء عملية جراحية، وتفاعل المتابعين مع الصورة اللي قام بنشرها وتمنوا له الشفاء العاجل. الشيف بوراك واحد من أشهر الطهاة على مستوى العالم. ولد عام 1994 في تركيا ونشأ في مدينة أوردو التركية، لكنه حالياً انتقل ليعيش بين إسطنبول وهاتاي. اشتهر بوراك بروح المرحة وابتسامته المميزة، بالإضافة لموهبته ومهارته في طهي الطعام وتجهيز أكلات جديدة ومختلفة بتنال إعجاب المحبين. شهرة الشيف بوراك جعلته بيلتقي عدد كبير من النجوم المشاهير حتى يقدم لهم الطعام على طريقته الخاصة. ومن أشهر هؤلاء النجوم كريستيانو رونالدو ومي حلمي، بالإضافة لزيارة خاصة لنانسي عجرم في منزلها. وقام بإعداد الطعام بطريقة مميزة لإلها والتقط عدد من الصور برفقة عائلتها. بيمتلك الشيف بوراك ثروة كبيرة تقدر بقيمة مليوني دولار أمريكي، بالإضافة لعدد كبير من العقارات والمطاعم، حيث يمتلك بوراك عدد من المطاعم في تركيا ودبي وبيسعى لإنشاء فروع جديدة في عدد من الدول العربية. يتواصل بوراك دائماً مع المتابعين عبر السوشيال ميديا وبيشاركهم إعداده للطعام بكميات كبيرة سواء في مطعمه أو للاجئين اللي بيقوموا بمساعدتهم. وتحصد فيديوهات ملايين المشاهدات بسبب أسلوبه المبهر في إعداد الطعام، ويعتبر بوراك من أوائل الطهاة اللي كشفوا عن سر تسوية اللحوم داخل الرمل وإشعال النار من حوله. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.